طيب خلونا نسمع من النائبة نانسي نعيم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. سيادة النائبة أهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ يعني احنا كنا لسه بنتكلم مع السيادة النائب طارق رضوان حول هذه الأزمة. يمكن حضرتك تابعتي البيانات بتاعت شبكة تلفزيون نهار والمجلس الإعلام ونقابة الإعلاميين. رأي حضرتك يا فندم فيما جرى؟ طيب، في البداية شكرا لقناة النهار اللي فتحت الموضوع ده، ومن خلال القناة ومن خلال البرنامج بتاعها، وده يعني نوع عن وعي عندكم رائع. أنا ممتنة لهذه الخطوة. خلينا نتكلم مبدئيا عن دور الإعلام عامة. هو المفروض هو تثقيفي، هو زادت توعوي، هو توعوي، هو زادت يعني عنده على عاتقه انه يقوم بزيادة الوعي للشارع. لكن الحقيقة ما تم يعني ما حدث امبارح هو كان العكس تماما، وكأنه هو ماشي في اتجاه المضاد. واكثر ما اكثر شيء موجع الحقيقه لما تكون ضربات من الداخل، زي ما تفضل وقال معالي النائب طارق بيه، انه يكون الاعلام بدل ما يمسك الدور التوعوي والتثقيفي والتشجيعي، انه يكون بينتهج ده ويعمل عكس، ان هو اثاره غضب الناس، وانه تشويه وتعميم والكلام عن احاديث مهينه جدا للشعب المصري. بقول شعب مصري كله مش الصعيد بس. ده الحقيقه هو اخذ الاتجاه المعاكس في حل المشاكل. يبدو ان هو كان عنده نيه انه يتكلم عن مشكله ما، الا انه اصابه يعني قد اخطا خطا كبير في التعبير، يعني اخطا في التقدير، يعني في التقدير يعني. لكن النيه زي ما حضرتك يعني عارفه، لانه هو لا احد على الاطلاق ينتوي انه مثلا يسيء اساءه مقصوده. مع حضرتك يا اتفضلي. فندم، يا فندم نعم، صعيد مصر. انا خرجت من 20 سنه من الصعيد وذهبت القاهره، لكني بادرس كليه الصيدله، وتخرجت من كليه الصيدله من القاهره، والان انا عضو في البرلمان. لا اسمح ابدا انه قال مثل ما قاله، مش هكرر اللي قاله. اعتذاره انا شايفه انه بالنسبه لي غير مقبول الى الان. هنتلقى نحن كرقابيين في البرلمان مترقبين تماما ايه اللي هيتم بعد هذا الحدث. لا يصح انه في ظل ما الرئيس بيتكلم عن تضافر الجهود كلنا لمواجهه مشاكلنا، انه يطلع علينا اعلامي يقول ان بلدنا مش عارف ايه. صحيح، هذا غير مقبول. وانا بضم صوتك طبعا. بنطور الريف يا فندم، وبنعمل حياه كريمه للثقافتين الصعيد والريف. لا يصح ابدا مثل هذه التصريحات في هذا الوقت. انا شايفه اعتذار غير كافي، منتظره ومترقبه يعني اجراء تجاهه. صاحب القرار يقبل اعتذار او لا، هو كل الشعب المصري مترقبين الوقت الجاي هنشوف ايه. ودي مش اول خطا ليه لهذا الاعلام الحقيقه، واللي متابعه عن كاس هو محتاج يراجع نفسه في مستقبله المهني يا فندم. بشكر حضرتك جدا النائبه نانسي نعيم، عضو لجنه حقوق الانسان بمجلس النواب. وزي ما بقول لحضراتكم، احنا فتحنا هذا الحوار من شاشة النهار ومن نفس البرنامج، ايمانا بانه يعني احنا لا يوجد لدى شبكة تلفزيون النهار ولا لدينا حتى كاعلاميين شيء نخبيه، لكن الحوار مطلوب. وزي ما حضراتكم شايفين، في نقاط كثيرة بتوضع فوق الحروف في هذا الموضوع.